كنت معزولة عنهم، ما أسلم عليهم ولا أحضنهم ولا أبوسهم، حتى حزة الأكل ما كنت أقعد قريبة يمهم، وأنا عيالي صغار أكبرهم 5 سنين، فهالشيء وايد كان مؤثر عليهم وعلى نفسيتهم، لأن يهان ما يفهمون. طبعاً في تقصير كبير في حق أسرتي وعيالي. تقريباً نشتغل 12 ساعة باليوم، أكيد مقصرين بحق عيالنا يعني، بس هذا واجبنا ودورنا يعني، وإن شاء الله تعدي الأزمة وترجع الأمور كما كانت عليه. طبعاً أول شيء أحب أقول حق أمي مشكورة، لأن هي ساعدتني وايد وشالت عني وايد هالفترة والفترة اللي طافت بعد. أحبت يما وايد، وأقول حق ولدي بعد أني أحبه وايد، وإن شاء الله نخلص ونرجع حق حياتنا الطبيعية. أول شيء أنا أقول حق ولدي أن أنا وايد آسفة أن أنا قاعدة يعني مو قاعدة أعطيك الوقت ولا مقصرة وايد بحقك، بس بنفس الوقت أن أنا مثلاً قاعد أشتغل حق ديرتي. أكيد نقصهم وجودي طبعاً، وجودي قعدتي معاهم بأحلى أوقات لهم، سواء بوقت الأكل بوقت الدراسة، بوايد أوقات ما كنت معاهم فيها، وسب الدوام والخفارات وهالأشياء. طبعا الحين حتى المدارس كانت أونلاين وكان شيء جديد عليهم، أحس إن إحنا وايد مقصرين بحقهم، وطول اليوم إحنا مو بالبيت يعني، دوامنا من الصبح للليل، وإن شاء الله نعدي هالجائحة هذه. كل حق عيالي أحبكم وايد، وإن شاء الله يعني إن شاء الله تكبرون وتدرون يعني تقدرون ليش أنا هالسنة كنت بعيدة عنكم. أذكر كنت يعني من عند الباب يعني ما أدخل من برا أغير ملابسي، كان عندي ولدي كان يبكي، كنت أقول له يعني أنا ما أقدر ألمك ما أقدر أبوسك، يعني بعيدة عازلة نفسي عنهم، كان شيء جدا مؤلم يعني، خصوصا الأطفال ما يتحملون ممكن ما يتفهمون. أنا نقصني شيء وايد مهم، وجودي بيتي ومع عيالي علشان شنو؟ علشان هالمجتمع وعلشان صحة الناس، فأتمنى الناس يقدرون هالشيء ويوني يطعمون. كنت أشوف عيال أختي أطلع عليهم من فوق، يعني شيء وايد كان صعب وفترة وايد صعبة، وإن شاء الله نخلص منها على خير إن شاء الله إذا الناس طعمت وخلصنا. وأكيد قاعد يأثر هالشيء عليه، يعني هو وايد قاعد يضايق مثلا ليش بدوامك وما ليش بدوامك، بس إن شاء الله هو لكبر هيعرف إن أنا شنو قاعد أسوي. بدام الياهل بدأ يقول إن أنت كله بالدوام أكيد أقصى شيء. يعني قمت اسال يعني قمت اسمع وايد هالكلمه، انت كلها بالدوام انت كلها بالدوام. ومرت اول فتره يعني حتى ما كنت اشوفهم يعني صراحه، حكم الشغل ارد متاخر ظروف كذي، وتعودوا وهم يعني خلاص، بس هم الحين قاموا يقولوا لي متى تخلص كورونا. وجود الام شيء جدا مهم، يعني مجرد انها موجوده بالبيت مع ابنائها هي العطاء هي الحب هي الحنان، هي تمثل كل شيء حق الاسره، هي عمود البيت. كانت بدايات صعبه طبعا، كنت أخاف أرد البيت أنقل لهم شيء وأشيل ذنب البيت كله. ينقصه طبعاً الحب والاهتمام والرعاية، إحنا حاولنا طبعاً نعوضهم، خواتي ساعدوني أمي كان لها دور كبير، بس أكيد وجود الأم غير. أقول لهم أني أحبكم وايد وكل اللي قاعدة أسوي علشانكم، وإن شاء الله لما تكبروا تفهمون وتكونون فخورين فيني. شعور حب هذا المختصر، إن أنا قاعد ألم ولدي وأنا مطمنة أن أنا أدري ما راح عادي ما راح أجيب له شيء من برا، يعني ما راح ألمه بكل أمان. إن شاء الله طعموا إن شاء الله عشان ترد الحياة وترد تصير مناعة المجتمع ونرد مثل أول وأحسن. لا تسمعون إشاعات، أخذوا المعلومات من مصادرها الموثوقة. بعد ما طعمت لا الحمد لله يعني ألمه وأنا مرتاحة وما خاف نس قبل. نضحي لأن نحب الكويت طبعا، أكيد لازم نضحي شوية، وهي فترة إن شاء الله وتعدي. أتمنى إن إحنا ننتهي على خير بأسرع وقت عشان أقدر أرد وترد حياتنا مثل قبل.